وكالة تيمون ورغم حداثتها إلا أننا شاركنا كباقي وكالات على المستوى الوطني في أسبوع المساعدة الاجتماعية في البيت برعاية السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بحيث يهدف من خلال هذه المساعدة الاجتماعية في البيت إلى مرافقة آبائنا وأمهاتنا المتقاعدين وذوي الحقوق، خاصة المرضى منهم والعاجزين غير قادرين على التنقل. طبعا هذه العملية قمنا بها بالتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال والأجراء، وكذلك مركز الديوان الوطني لأعذار المعوقين الاصطناعية ولواحقها، وقمنا بتوزيع مجموعة من المعدات والأدوات الطبية واللوازم ككراسي متحركة وأفرشة هوائية وأجهزة مساعدة على المشي وغيرها دون عناء التنقل بين مختلف الإدارات. طبعا هذه العملية كانت تحت شعار نتنقل إليكم نرافقكم ونتكفل بانشغالاتكم. يا سيدي.